أهلاً، حلقتنا اليوم عن العنف الجسدي اللي هو الفيزيكال أبيوز. للأسف وايد أطفال يتعرضون للعنف الجسدي. كل إنسان من حقه أن يكون عنده حماية الجسد وأن يكون عنده قدسية لأي إنسان والجسد. لكن شنو معنات العنف الجسدي؟ العنف الجسدي هو أن إنسان يتعرض للضرب المبرح المقصود من شخص عنيف، وهذا الشخص ما يحترم الشخص الآخر، يتعرض له بالضرب، يؤذيه، يسبب له ساعات آلام، جروح، كسور، وهذا الشخص الثاني يكون ضعيف وما يعرف شلون يتعامل مع الشخص العنيف اللي قاعد يتعدى عليه بالعنف الجسدي. اليوم بقول لكم قصة عن هذا الموضوع عشان تفهمون معاي شنو هو العنف الجسدي. خلينا نقول في بنت اسمها سارة، دائما تروح المدرسة وتسوي واجباتها وترجع البيت، بس دائما عندها خوف من وقت توزيع الشهادات. وقت توزيع الشهادات يسبب لها هلع، ساعات يسبب لها شيء نسميه في الطب النفسي بانيك اتاك، اللي هو الهلع، الخوف، ضربات القلب تصير عندها وايد قوية، تحس نفسها ان هي في حالة فزع وخوف وقلق، مو عارفة شلون تتصرف. ليش؟ لأن سارة دائما تتعرض للضرب وللعنف الجسدي من والدها. والدها للأسف ما يعرف مثل وايد ناس طريقة للتربية غير أنه هو يتعرض للبنت المسكينة بالعنف الجسدي لما يلاقي أنه في يوم من الأيام جايبة شهادة وفيها علامة نازلة من أي مادة من المواد، ما يعرف يقعد معاها ويكلمها ويفهمها ان هي لازم تبذل مجهود افضل، لكن هو بالعكس يقوم يعتدي عليها بالضرب وهي بنت صغيره ما تعرف شلون تتعامل مع هذا الضرب والعنف من والدها، فتكون في حاله خوف وقلق، وهو الوالد ما يكون عارف انه هو بهالطريقه سبب لها انعدام الثقه بشخصيتها، انعدام الامان، سبب لها خوف. تيجي أمها تحاول تهديها وتقول لها أبوك ما كان قصده وأنا بحميك، بس هذا ما راح ينفع، لأن الشخص اللي تعرض حق العنف الجسدي راح يكون دائما حاس بخوف، ما يحس بعدم الأمان، ومع المرات يصير حتى ما عنده ثقة بنفسه، يقول إذا أنا عالمي الصغير اللي هي أسرتي ما تعطيني الحماية، ما تعطيني الحب، ما تعطيني الأمان، ولا تحترمني ولا تحترم جسدي ولا تحترم أن أنا ما عندي القوة أني أنا أدافع عن نفسي، فما بالك بالعالم الخارجي. فينشأ هذا الطفل على خوف، على تردد، على عدم ثقة وعلى عدم أمان. فالحين أغلب الدول والحمد لله دولتنا الكويت سنوا قانون 21 لسنة 2015. هذا القانون يساعد على حماية الطفل، هو قانون حماية الطفل، بحيث أن أي طفل يتعرض حق الضرب، يتعرض حق العنف الجسدي من أي شخص في أسرته، سواء أخ، سواء أب، سواء أم، يقدر يستخدم في هذا القانون لحمايته. فإحنا اللي دورنا أن نوعي الأسر والأطفال أن ترى في قانون عشان يحميكم، ما حد يقدر يتعرض لكم بالضرب أو أي أنواع من أنواع العنف الجسدي مدام في قانون الحمد لله صار موجود عندنا في دولتنا الكويت، وهذا يحميكم من أي شخص يتعدى عليكم سواء بالأسرة أو سواء خارج الأسرة. وبعد يمكن الأطفال ما يكون عندهم طريقة إن هم شلون يستفيدون من هذا القانون، فالحمد لله هم حطوا خط ساخن اللي هو 147 للأطفال، أي أحد بأسرته يتعرض حق عنف جسدي يقدر يتصل على هذا الخط الساخن ويحاول يخليهم إن هم يقول لهم قصته ويعرض العنف الجسدي اللي هو مر فيه وشلون هم راح يتدخلون في حمايته عن طريق الاتصال بالخط الساخن. فلازم كلنا نعرف ان الجسد له قدسية وايد كبيرة، ما نسمح حق اي احد يتعرض لنا بالضرب، والحمد لله عندنا قوانين تساعدنا في ان نحمي نفسنا، وكذلك نوعي اللي دار مدارنا انه مو من حقه التعرض بالضرب لاي شخص كان، لانه وراه عواقب كبيرة إذا هو تعامل مع الأشخاص في أسرته بالعنف الجسدي. إن شاء الله تكونون استفدتوا معنا بحلقة اليوم، وانتظرونا بحلقات ثانية.
الكثير من الآباء والأمهات يصيبهم الهلع، وهذا الشيء يعني تم دراسته من الثمانينات. أكثر الآباء والأمهات يفزعون عند ارتفاع الحرارة عند الأطفال، وهذا الشيء ما تغير حتى بعد عشرات السنين، وهذا شيء عالمي مو موجود عندنا في الكويت أو في منطقة الخليج، لا هذا الشيء عالمي. وين ما سألت شنو أكثر شيء يفزعكم يقول لك ارتفاع الحرارة عند الأطفال. ليش؟ لأن الاعتقاد أن ارتفاع الحرارة قد يسبب مشاكل لمخ الطفل أو لصحة الطفل. والثابت علمي أن ارتفاع الحرارة هو أحد وسائل الدفاع اللي يستخدمها جسم الطفل لمقاومة الالتهابات، فأغلب الميكروبات سواء الفيروسية ولا البكتيرية منها عند ارتفاع حرارة الجسم يقل نشاطها وتقل قوتها. لكن هذه ليست دعوة أن نخلي الطفل اللي ترتفع حرارته نخليه من غير لا نعالج الحرارة، بالعكس الحرارة أمر جدا متعب عند الطفل، وإحنا الكبار ما نتحملها، فما بارك بالطفل. إذا ارتفعت حرارته نعطيه خافض حرارة من غير مبالغة بعددها ولا بالجرعات، نعطيه الجرعات اللي مناسبة للوزن والعمر. كذلك الإكثار من السوائل، لأن الحرارة ممكن تؤدي إلى جفاف، فلازم نعوض السوائل عن طريق الإكثار من السوائل. مهم أيضا عدم تغطية الطفل، حتى وإن كان يحس بالبرودة مع ارتفاع الحرارة ممكن يحس بالنفضة أو البرودة، نغطيه بغذاء خفيف، لأن الطفل يحتاج جسمه أنه يعرق ويرتفع ويبرد جسمه من هذه الحرارة وتخصم الحرارة الغير مرغوب فيها. فالحرارة فعليا ما تأذي مخ الطفل إلا إذا كانت فوق الـ 42 أو فوق الـ 40 فترة طويلة جدا. الناس ليش ربطت بين الحرارة وبين مشاكل المخ؟ لأن بعض الأحيان سبب الحرارة ما يكون نزلات البرد البسيطة، بعض الأحيان يكون التهاب السحايا اللي يؤدي ممكن إلى مشاكل بالمخ والدماغ، أو بعض الأحيان إلى وفاة، أو أسباب خطيرة مثل التهاب الدم أو ما يسمى بالسبسس. من المهم معرفة سبب الحرارة، ليس علاج الحرارة فقط، بل معرفة سبب الحرارة وعلاج الحرارة. ارتفاع الحرارة لا يعني أن الطفل عنده نقص في المضادات الحيوية، فارتفاع الحرارة لا يساوي أن الطفل يحتاج مضاد حيوي لعلاج بعض الالتهابات البكتيرية. وأغلب أسباب حالات ارتفاع الحرارة هي ناتجة عن التهابات فيروسية مثل نزلات البرد وغيرها. فمن المهم عدم الإصرار على الطبيب بإعطاء المضاد الحيوي أو استخدام مضاد حيوي من طفل، يعني صرف لطفل آخر دون استشارة الطبيب. بعد الكشف يحدد السبب ويتم على حسب السبب وضع خطة علاجية للطفل. بعض العلامات اللي لازم ننتبه عليها مع ارتفاع الحرارة، إذا كان في هذيان للطفل، إذا كان الطفل مو بوعية، صعوبة بالتنفس، أو في طفح جلدي جديد على الطفل خاصة إذا ضغطنا على هذا الطفح الجلدي وما راح، إذا كان هناك استفراغ، ألم في الرقبة أو تشنج في الرقبة أو صداع شديد. هذه كل من العلامات اللي تحتم علينا أخذ الطفل إلى الطبيب في أسرع وقت. كذلك ارتفاع الحرارة عند الأطفال الصغار بالعمر، أي طفل عمره تحت الشهر وحوش ارتفاع بالحرارة، شنو كان السبب معروف أو غير معروف عند الأهل، لازم ما نعالجه، لازم فورا نأخذه عند الطبيب. ليس بالضرورة سيتم لهم دخول للمستشفى، لكن قد يحتاجون بعض الفحوصات. الطفل من عمر 3 شهور لست شهور، إذا استمرت عليه الحرارة أكثر من 24 ساعة أو إذا كانت عالية، أيضا يحتاج الدخول أو يحتاج الذهاب إلى الطبيب للكشف عنه. لكن أغلب الأطفال اللي صحتهم بالعموم زينة، ما عندهم أي مشاكل صحية، وحرارتهم بسيطة ونشاطهم زين، يقدرون يعوضون السوائل اللي قاعد يفقدونها، ممكن ننطر عليهم يومين قبل أخذهم للطبيب. في نهاية هذا اللقاء أتمنى أني أضفت معلومات جديدة، وأني ممكن صححت بعض المفاهيم المغلوطة.